نتابع هذا التقرير مع عبد العزيز السعيدي ثم نعود. عشر صفحات بعثرت أوراق هيئة الطيران المدني، تقرير يحتفظ برنامج معالي المواطن بنسخة مفصلة منه لنتائج فحص ديوان المراقبة العامة إيرادات الإيجارات بمطار الملك عبد العزيز بجدة. مبالغ مالية كبيرة مستحقة للمطار غير محصلة تجاوزت قيمتها 800 مليون ريال، يعود بعضها إلى أكثر من 15 سنة وجميعها لشركات خاصة في مجال الطيران والتجارة العامة. يذكر التقرير على سبيل المثال الشركة هافا والتي يفترض أن يحصل منها الطيران المدني ما يقارب 400 مليون ريال. إحدى شركات الطيران الأخرى يجب عليها سداد 137 مليون ريال، وشركة أخرى كانت تدير مواقف المطار ينتظر منها 53 مليون ريال، بالإضافة إلى 28 مليون ريال نظير إيجارات محلات تجارية لها داخل المطار. يؤكد التقرير على وجود مستثمرين ومستأجرين ما زالوا يمارسون أعمالهم حتى بعد انتهاء سريان عقودهم، وأن عددا منهم لم يلتزموا بتجديد وثائق التأمين الخاصة بعقودهم الاستثمارية، كما أن هيئة الطيران المدني لم تقم بتزويد الديوان بنسخة من العقود المبرمة والتي تزيد قيمتها عن 50,000 ريال سعودي. هيئة الطيران المدني ردت بدورها على هذه المعلومات مؤكدة على أن مبلغ 811 مليون ريال تم أخذه من عقود الإيجارات دون النظر إلى العقود التي تم تعديلها أو أضيفت كملحق للعقد، وأن المبالغ الغير محصلة من عقود الإيجار 289 مليون ريال. لمعالي المواطن عبد العزيز السعيدي، جدة.